ينتظر المواطن علي موسى من بلدة الخضر تنفيذ قرار ما يسمى بالمحكمة الإسرائيلية والقاضي بهدم منازل مستوطنين صهاينة استولوا على أرضه منذ العام 2000. منطقة ظهر خلة العين والتي استطاع فيها موسى بانتزاع أرضه من قبضة المستوطنين بعد معركة صمود خاض غمارها مع ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي الذي ماطل باستصدار قرار عودة الأرض لأصحابها مدة 16 عاما. تم وضع كرفانات في أرضنا، أرضنا الزراعية اللي كانت مزروعة بعنب وبلوز ومحاصيل صيفية، شعير وكماح وحمص وما شابه، حطونا فيها كرفانات من أول يوم ومن أول شهر. احنا طوال توجهنا للإدارة المدنية وللشرطة ورفعنا شكاوي بأسامينا احنا المزارعين، أهل دار موسى، عائلة دار موسى وجزء من عائلة دار صبيح، تخصيصا دار الأخ عمر ديني مشكور، وتوجهنا لهم شكاوى رسمية. لكن احنا الحمد لله رب العالمين بقى في قدامنا هدف ان احنا لازم نوصل الصوت هذا ونوصل الشكوى هذه للمسؤولين لحتى تنحط بين ايدين المسؤولين ويتعامل معها قانونيا. القرار ما جاش اعتباطي ولا اجى فجاه. القرار اجى بالتدريج، اول ما اعتبروا البؤرة الاستيطانية هذه اعتبروها بؤرة غير شرعية قائمة على ارض فلسطينيين خاصة. القرار الثاني اعتبروا كل موظف دولة إسرائيلي بيسكن في المنطقة هذه أو في الحي هذا اعتبروها جنحة جنائية. القرار الثالث يجب وقف البناء والتمدد في الحي الاستيطاني هذا. الشغلة الثالثة إخلاء المباني والسكان وهدم جزء منهن. وبعد أجى تتويج صغير بعد ما يقارب ال 11 سنة أجى قرار بهدم جزء من المباني. اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أثبتت ملكية الأرض للمواطن موسى عن طريق ورقة ثبوتية تسمى التسوية الأردنية، وبموجبها يتم إثبات الملكية الفلسطينية للأراضي في حال عدم مصادرتها من جيش الاحتلال أو عدم إعلانها ما يسمى بأملاك الدولة. حقيقة الحكم اللي تم إصداره من قبل الأخ علي موسى هو يعد اختراق قانوني للجانب الفلسطيني أو الجانب الإنساني أمام الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اعتماد التسوية الأردنية في الارتكاز على أي قرار بخص الأراضي وبخص الاستيطان، خصوصا لما يكون ما فيش قرار دولة بالمصادرة أو إعلان أراضي دولة. من هان نحن نناشد القانونيين في كل مكان أنه إذا تم هاي ثاني أو ثالث قضية يتم اعتماد التسوية الأردنية، وهذا شيء إيجابي قانونيا واختراق قانوني، وباعتقادي أنه نستطيع أن نبني عليه بالحد من الانتشار السرطاني الاستيطاني في الضفة الغربية. أيضا نحن نناشد القيادة السياسية بدعم هؤلاء الصامدين، يعني مواطن مثل الأخ أبو أحمد علي موسى له من سنة 2000 16 سنة هذا تم استنزاف اقتصاديا اجتماعيا وحتى نفسيا 16 سنة أن يكون بيقارع في الاحتلال لوحده والاستيطان. كذلك نحن نناشد بتعزيز صمودهم والبناء على هذا القانون، يعني احنا صدرنا قانون يجب البناء على القانون ويجب تعزيز صمود هؤلاء في أراضيهم وفي ثغورهم، لأنه هذول أصلا مرابطين في هذه الثغور. تأتي أهمية التسوية الأردنية أن المحاكم الصهيونية أصبحت تعتمدها كورقة ثبوتية تؤكد الملكية الفلسطينية للأراضي، خاصة أن معظم أراضي الضفة الغربية تمتلك تلك التسوية. أوراق التسوية الأردنية هي مدخل لانتزاع الحق في استرجاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي استولى عليها الاحتلال عنوة. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار، بيت لحم، فلسطين المحتلة.